أريد أقول لك على شغلة. اليوم البسامير مالتك بالحائط مفلش الحائط. بساميرك اليوم كلش قوية. وكون كريت أبو الإنج مال واحد مجر قلبه. طقها وارتاح. والله أنا قلت لك يعني قبل اللقاء قلت جنابك على كيفك ويا نفسك أشوفك نوبات يعني تروح بال يعني مشاعرك أكثر من اللازم وتتأذى. فإحنا أنا بتفسيري للمناضل، المناضل مو اللي ينتحر بنص الطريق، المناضل اللي يطول عمره أكثر ما يجب لكي يحقق قضيته. فإحنا إذا بقينا بقولة العرب نكنك بهذه الطريقة ترى يجوز يعني بنص الطريق الروح. وإحنا هسه يعني على الأقل خلص ثلاثة أرباعة. والله يا دكتور صالح خليني أقول لك قضية. طالما أنت فتحت الموضوع، يعني ماكو واحد مثلنا ضيع وطن بمستوى العراق لا قيمة ولا كرامة ولا تاريخا ولا وعيا ولا حضورا ولا شكلا أن يضيع العراق على من وصفتهم بالفاسدين والتافهين. أن يضيع بلد وما تستطيع، ماكو قيمة للحياة عندما يضيع العراق. نبقى احنا وجنتنا نفتر بالولايات، ليش؟ ما كنا نسرق لمده كلش سنوات. متفق وياك، كلش متفق وياك، كلش متفق وياك، ولكن طول عمرك حتى تجهض عليهم. اذا رحت بالنص وراح اللي مثلك بالنص نص الطريق يبقون. هذا لا يعني انه احنا نستسلم ونقول يعني نعيش نقول هاي هي وما نتألم على ما يجري في هذا البلد. هو الواحد إذا يصفن زين ويشوف هذا العراق وين كان وين صار، هذا العراق اللي الآن يفترض عنده وضع مالي أفضل من كثير من الدول وبعده يعاني بهذه الطريقة وبعد الفساد في كل مفاصل الدولة. أنا كل ما أنظر التلفزيون وأشوف هيئة النزاهة كل يوم كذا قضية أقول يعني إلى متى سينتهي هذا الفساد. وطبعا انا لانه متعايش في هالبلد طيله الفتره اعرف ان الفساد تحول الى ما الى الى واقع افقي. يعني للاسف لم يبقى عند بعض الرؤوس وكذا، صار الفرد العراقي من تقول له يا ترى هذا فاسد اي دير بالك تنتخبه يقول لك والله مو بلط لي الطريق الفلاني وجاب لي القضيه الفلانيه او خليه يبوق 20% بس خليه يبني لي. لأنه وصل البوق إلى 50% فوق بدأوا يقبلون بال20% وجوه. أنا أقول اللي ياخذ 20% ما راح يقدر يبني. هو من هو فاسد ما راح يكون قائد حقيقي، ما راح يكون ممثل حقيقي لهذا البلد. فالحقيقة بديت أحتب حتى على الناس التي تتكلم بهذه الطريقة، بس نوبات من تصفن ما تلومهم لأنه وصلوهم إلى الموت حتى يرضون بالسخونة. الآن راضين بالسخونة، أنا أريد مشروع يخليهم ما يرضون بالسخونة، ينتفضون يقولون كافي لا نقبل بالسخونة ولا بالموت بالطريقة اللي يريدوها يموتون بها. نعم. فقضية يعني حقيقة هي مؤلمة اللي يجري بالعراق وما لومك من أشوفك أحيانا تتحمس، بس أقول لك وأقول للي مثلك عند هالشعور هذا مثل جنابك أنه طولوا نفسكم حتى تبقون تناظرون على هذا الطريق إلى أن تجهضون على المنظومة الفاسدة. نعم. وعلى النظام الفاسد وعلى كل الفاسدين في هذا البلد. طيب.